أحسن الله إليكم يقول هذا فضيلة الشيخ في الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة لماذا قدم الصبر على الصلاة لأن الصبر يحتاجه الإنسان في كل المواقف وفي كل الحالات والمفاجآت والصلاة لها مواقيت محددة سواء كانت نفلا أو فرضا وأيضا الصبر الصبر أيضا له أهمية عظيمة، ويعين على الصلاة، لأن الصلاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى صبر، ولذلك قُدِّم عليها، لأن الإنسان قد يمل من الصلاة، أو تطول عليه الصلاة، أو فيصبر على هذا، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم.